مين تقول له سامحتك في رمضان؟ سامحتك، انا مش بزعل حد والله. مفيش حد لا والله مش بزعل. مزعلك؟ لا لا خالص الحمد لله. طب لو مين؟ لو حد مزعلني انا مسامحه، لو في يعني، لكن انا الحمد لله يعني. طب مين مش قادر تسامحه؟ او حد غلط في حقك في مرة، عمل لك ايا كان؟ والله ولا انا يعني، يمكن لو سألت عني حتى هنا في النادي، حتى مع العمال ولا زمايلي، انا ما ب... ممكن وقتها امشي، لكن تاني يوم خلاص برجع وبنسى يعني. حتى في البيت لما احس ان انا عصبي وكده انزل وارجع نسيت ببقى اصلا ناسي. احنا كنا بنتكلم على ايه. ما بحبش احط حاجه في دماغي خالص. طيب انت الحمد حالك، لله انت والله حالك مش الحمد مضايق لله. حد ولا متضايق من حد لا ولا لا خالص عندك والله، مشاكل؟ والله خالص ايه الحمد الخير لله. اللي بتحب تعمله في رمضان؟ شهر الخير بقى، ناس كتير بيحبوا فيه عادات كده معينة بحب اعملها، شنط رمضان، اروح اعمل ده او ده. ايه الحاجة اللي انت بتحب تعملها في رمضان؟ هي حاجات اللي هي شنط رمضان، واوقات بنعمل وجبات وبننزل الشارع نوزعها. بتبقى حريص ان انت تبقى طبعا معاهم في ده، اه مش طبعا. تكلف حد يعمله او لا لا حتى اللي في البيت لا يعمله. طبعا، ببقى حريص، وفي البلد بخلي والدي بيعمل الكلام ده يعني. طب مين النجم الدراما اللي انت بتحبه دايما تتفرج عليه؟ خلاص لو عامل مسلسل خلاص هو ده اللي هنشوفه. والله مش بقى يعني، اللي افتكر طبعا المسلسل اللي كان واخد كل الناس، وده كان تقريبا وقت كورونا، كان بتاع امير كرارة، بس مش عارف كان الاختيار ولا الاختيار، اه، الاختيار هو ده واحد اللي انا والاختيار اتنين، تابعته الامانه ده كده كله كده كلنا يعني، ده اه اسأل اي حد بيتفرج عليه بس الاختيار ويكمل اه اي بس حاجة تانية.